هذا واندلعت اليوم مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع المواجهات التي تجددت في عدة مناطق بالضفة الغربية. ففي بلدة الرام أغلق الشبان الفلسطينيون الشوارع بالإطارات المشتعلة في وجه مركبات الاحتلال، وردوا بالحجارة على قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجيش الإسرائيلي. أما في البيرة فأصيب شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى اعتقال آخرين بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي جبل الطويل في المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة وتوغلت في أجزاء كبيرة منها، ما دعا الشبان إلى التصدي لعمليات الاقتحام والاعتقالات. وفي طول كرم أصيب شبان بالرصاص المعدني وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة لطلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري. جايين اليوم عشان اللي بصير عندنا في الوطن، تسكير كل يوم، كل يوم شهيد وأسير وجريح. احنا بدنا نحرر الوطن، احنا مش لازم نضلنا ساكتين. غصبا عنها ده تزعجنا لما يقتحموا الأقصى ويدنسوا النسوان يضرب المرابطات، رح نزعج احنا من كل نفسياتنا، يعني مش رح نضلنا ساكتين. كل يوم شهيد شهيد، النسوان بيموتوا، كل الناس قاعدة بتستشهد، ولا قاعد المستوطنين يسبوا عليه بالقدس، وهون هون حد يعمل ايش؟ يتحرك، بدنا الرئيس يتحرك، خلص قرفنا. كل يوم بيقتحموا الأقصى. ثاني شيء البنات بشلحوهم مناديلهم ويعني بهنوهم على الآخر، يعني بكافي بدنا العالم تصحى.